نروح بقى لاحمد سيد غريب، بيقول لنا بقى بداياتك في النادي الاول مواليد 2002، مركزك يا ابو حميد؟ انا بلعب في اي مكان قدام، اوف رايت اوف ليفت او فيرود او تحت راس الحربه. لعبت في الاماكن دي كلها؟ لعبت في كل الاماكن دي كلها، بس لما بطلع مع كوتشي موسيماني بيلعبني فيرود وساعات اوف ليفت. مركزك الرئيسي هو مهاجم؟ وبلعب تحت في فرقتنا اوف ليفت عشان في عجز في المكان ده من اول السنه. في ناس طلعت اعارات وكده، فمعاهم انا وبادي من اول السنه اوف ليفت. احمد سيد غريب ابن الكابتن سيد غريب، صح؟ أيوة كده. ايوه صح. طب قول لنا بقى القصه والحكايه جت ازاي لما انضميت لقطاع النشيب النادي الاهلي؟ كابتن سيد كان يعرف قلت له ولا انت رحت لوحدك؟ يعني احكي لنا. لا هو ما كانش يعرف اي حاجه خالص، انا كنت في الاكاديميه من وانا عندي 5 سنين كده. بدات في اكاديميه النادي الاهلي؟ اكاديميه النادي الاهلي مدينه نصر. فكان في اختبارات بتتعمل على ملعب الاكاديميه. فكان كابتن تامر حفني، فاكر اليوم ده بالظبط. كان هو في اول ملعب وانا كنت رحت اشتريت تذكره عشان اخش الاختبارات. بس كان ما حدش يعرف يعني اللي انا ابن كابتن سيد وكده، ولا كابتن سيد يعرف اللي كنت في الاختبارات. فروحت واتقابلت، كان اللي قابلني كابتن تامر حفني. كابتن تامر انا حلوه كابتن تامر. طبعا. هو زي ابويا بالظبط كده. كابتن بقالك كام سنه في النادي الاهلي دلوقتي يا ابو حميد؟ انا بقالي فوق 10 سنين كده في النادي الاهلي. 10 سنين. بدات مع مواليد 2000، بعد كده 2001، بعد كده لما جه فرقه 2002 فبدات مع 2002 وكده، ومن كباتن فرقه كنت في 2002 وفي 2001 طبعا. احنا لسه هنتكلم عن بعد الدمج بقى 2002 مع 2001 دلوقتي. هنتكلم عنها دلوقتي.